بقاو على نفس الموجة سوى 91.5 و95.2 و105.6 في عيش حرة باش نحكيوها لليوم كي نشربوا الحليب بكميات يعني خلينا نقولوا صباحية وإلى مسائية كيفاش باش تكون هذا وأكثر تحكينا عليها أخصائية التغذية منال بوسلمي ضيفتنا في عيش حرة. عيش حرة السؤال اللي تسأل اليوم الأخصائية التغذية للكل، هل الحليب نافع أم مضر بالنسبة للجسم بتاعنا؟ تفسر لنا هذا الكل أخصائية التغذية من البوسلمي. مرحبا بك على كاب اف ام. مرحبا بك ضيف مستمعين ومشاهدي راديو كاب اف ام. الله يخليك، شكرا لك على قبولك دعوة. اليوم يظهر لي من بين أكثر الأسئلة اللي تورد عليكم إنكم يسألوكم هل نشرب الحليب أم لا؟ هو السؤال هذا علاش ولا مطروح توا والا السوجي هذا وعلاش ولا دونك نحكيوا عليه اكثر ما كانش مطروح قبل الحق. دونك فما خاطر فما دراسات جديده تعملت، هي الدراسات هذه تعملت في المده الصغيره هذه، لكن الدراسات هذه مازالت ماهيش مثبته علميا. الدراسات هذه فما زوج دراسات، واحده تقول اللي الحليب بريفيرونس ناخذوه جوست البريود نتاع الرضاعة نتاعنا وبعد ما عادش ناخذوه، يعني جوست البريود نتاع من الاول اكاهو وبعد راهو البدن ما عادش يستحقوا. وفما دراسة أخرى تقول اللي الحليب ينجم ينجر عليه أمراض سرطانية كما سرطان الثدي وسرطان الخلطة. دونك هذيك علاش ولينا نسألوا أكثر، اسكو الحليب نجموا نشربوه ولا لا؟ اسكو نستحقوه ولا لا؟ ولا الموضوع يتطرح؟ ديما أنا باش نرجع ونقول راهو هذوما دراسات جديدة تعملت، يعني مازالت ماهيش مثبتة علميا. نبداو بأول حاجة، احنا نستحقوا الحليب خاطر مصدر كالسيوم. الحليب فيه برشا كالسيوم، فيه دي بروتيين، فيه فوسفور وفيه برشا ماء. دونك نستحقوا، دونك باش نجاوب على الفرضية الأولى، احنا نستحقوا الكالسيوم ديجا من الصغرى. علاش نستحقوه؟ دونك مع الهرمون دو كرواسونس باش يطوي لك العظام، نقولوا احنا باش نوليو نطويلو ديما حتى الصغيرات نقولوا كل ما تشرب حليب باش تطويل اكثر. صحيح، مع لوغمون دو كواسونس ناخذ المستحقات نتاعي من الكالسيوم باش نطويل. اون فيت احنا ديجا الاحتياجات نتاعنا من الكالسيوم تبدا حتى من عمر نقولوا احنا 3 سنوات تبدا من 500 ملغ، حتى العمر 18 سنه تمشي وتزيد حتى توصل 1200 ملغ. يعني هذيك علاش احنا ناخذوا الحليب ومشتقاته، زاد ناخذوا الياغورت، ناخذوا الجبن باش نوفروا الحاجيات اليوميه نتاعنا من الكالسيوم. دونك نجي هوني نقول راهو الحليب مهم برشا سورتو في الفتره نتاع الكرواسونس نتاعنا باش نطويلو باش العظام نتاعنا يتكون. دونك الحليب مهم. كيف راهو البدن حتى بعد الكرواسونس ديما يتجدد، فما خلايا تموت وتعاود تتجدد. يعني بالنسبه لنا احنا حتى كما نستحقوهوش في الطول، يعني العباد اللي بعد فتره النمو، دونك نستحقوه لتجديد الخلايا، يعني لتجديد الخلايا زاد باش نستحقوه. راهو الحليب نستحقوه، لكن الكمية هي اللي باش تكون أصغر بطبيعة، مش كيما إنسان في فترة النمو بتاعه، يعني في فترة الكرواسونس مش كيما إنسان عبد كبير. دونك الكمية تختلف، يعني قديش الكمية من فترة النمو لتجديد الخلايا اللي حكيت عليها أنت قبيلة شوية، قديش الكمية تختلف من بين الفترة هذه والفترة الأخرى؟ في فترة مثلا الإنسان باغ إكزومبل كي يبدا صغير، مثلا نحكيو على مثلا من 3 سنوات باغ إكزومبل، جوست نعطي مثال، نستحقوا كيس حليب كعب ياغورت وتبع جبن. دونك نستحق كيس حليب به، لكن بعد كي يكبر حتى عمره 18 سنة ينجم يستحق في النهار 4 كيس حليب. لكن ديما نقولوا احنا نجموا ناخذوا من مصادر أخرى كما نقولوا احنا الياغورت والجبن. لا الحليب المشتقات باغ إكزومبل يستحق كيس حليب في اليوم كيفي، مع ما ننساوش اللي باش ناخذوا الاحتياجات نتاعنا زاد كيف نجموا زاد ناخذوا البن، ناخذوا الرايد. دونك علاش لي؟ دونك ديما كي نحكيو بعد جوست كيس حليب يكفي بالغرض. باهي الحاجه الثانيه، فما دراسات كما قلنا احنا تعملت لكن ماهيش مؤكده اللي تقول الحليب ينجم يعمل امراض سرطانيه كما سرطان الثدي ولا سرطان الخلطه. هوني نحكيو انت والنوعيه نتاع الحليب، انت وشنو البقره اخذت؟ يعني اذا كان نعطيو احنا البقره برشا دي زونتيبيوتيك والا برشا دي زغمون اللي هي اللي راهي ماهيش موجوده في تونس، خاطر لي زغمون سون ترو ترو شير، يعني احنا ما نعطيوش لي زغمون للبقره نتاعنا. دونك هوني بيان سور نحكيو على كاليتي نتاع حليب خايبه بيان سور، خاطر يتعدى في الحليب. دونك هذه موجوده في الشيء الانترناسيونال، يعني احنا في تونس اون برانسيب ما عندناش ان شاء الله هكا ربي باقي علينا ست ما عندناش الحكايه هذه. وكان باش نحكيو يعني اذا كان حاطين الفرضيه هذه موجوده راهو باش نوليو نحكيو على اللحم عاش ناكلوه، الحوت كيف كيف، الدجاج كيف كيف. يعني راهو لازمنا نردوا بينا من الحاجات هذه، خاطر راهو ساعات فما دي لوبينغ والا لوبيات
يعني علاش هما عملوها للدراسه هذه وقت يحبوا يخرجوا ويقولوا احنا تسكي يحلي باللوز ولا يحلي بالسوجا، ديما يبدوا يشكوا في حاجه باش يخرجوا بخذوي اخرين. ديما نقولوا راه الدراسه هذه ساعات معناها ماهيش ناسخ معموله والا ماهيش ساعات تبدا لغايه معينه فوالا لغايه ردوا بين يعني مش كل حاجه تطلع جديده والا دونك نمشيو احنا ننتجوا لها. احنا ديما ننصحوا اللي يحلبوا مشتقات وراهم باهيين لازمين في تغذيتنا ناخذوهم، لكن كما قلت راهو معناها خاطر ساعات راهو اذا كان الانسان ينقص في الكالسيوم راهي تولي امراض، معناها اذا كان الانسان ما يخش الكالسيوم نتاعو اللي حاجته به من الصغر حتى شي يكبر راهو يولي فما نقص في معناها الكالسيوم اللي هو مهم ومهم برشا. لكن احنا ديما نقولوا راهي الكميات تختلف مش كيما الانسان الصغير مش كيما الانسان الكبير. حاجه اخرى لازمنا نحكيو عليها اللي راهو فما بمرور العمر دونك فما الاشخاص ما يحبوش الحليب، يقول لك انا كي نشرب الحليب يقلقني. صحيح. يعمل لي بالونمون، يعمل لي انفاخ، يولي عندي ديغاز، دونك هوني راهو صحيح، فما عباد يتضروا من استهلاك الحليب والا فما عندهم حساسيه من الحليب. باهي، فما نوعين نتاع حساسيه معناها، نحكيو على الحساسيه من البرولاكتين دولي اللي هو الكازيي، والا نحكيو على الحساسيه من اللاكتوز. كيفاش ناخذوا اللاكتوز؟ اللاكتوز هو سكر الحليب الموجود في الحليب. دونك ديجا توا فما علاش عملوا هما الحليب سون لاكتوز، خاطر فما عباد تتقلق كاريمون من الحليب، يقول لك راني متقلق ناخذ الحليب، دونك فما الحليب سون لاكتوز. والا كيف ما قلت بكري نجموا ناخذوا البن ولا الرايب، خاطر الهضم نتاعو اسهل، لو الحليب تحب ولا تكره الهضم نتاعو صعيب شويه وقت طويل في الهضم، دونك نجموا ناخذوا البن ولا الرايب اللي هما سي ديجا دونك فما دي باكتيري اللي هما لي باسيل لاكتيك اللي هما سي ديجا معناها يتهضموا قبل حتى ما يدخلوا البدن نتاعنا، دونك يكون الهضم نتاعهم اسهل برشا وما يقلقش في المعده. باهي، وفما شكون عنده الحساسيه من الكالسيوم هذيا راهو ممنوع عليه الحليب ومشتقاته. ممنوع عليك نقولوا عندي حساسيه من الكالسيوم راهو ممنوع منعا باتا، يعني ما ناخذش منه حتى شويه، ممنوع. سوى الحليب وكذلك المشتقات نتاعو الكل زاده. نعم، اي الحليب ومشتقاته الكل زاد كي تبدا عنده حساسيه معناها ممنوع عليه كل شيء. النوع الثاني خاطر النوع الاول جست الحليب تاهو، دونك النوع الثاني الحليب ومشتقاته وينجموا ناخذوا السورس نتاع الكالسيوم نتاعنا كيف من الفاكهه باغ اكزومبل ولا من الجلجلان اللي هو فيه برشا كالسيوم، زاد الخضره اللي لونها اخضر الكل دونك فيه شويه كالسيوم، ويبعد هنا كاريمون على الحليب خاطر يعمل له كلاك. كيف احنا كيف ما قلنا راهو بالعمر ساعات الانسان الحساسيه هذه ما تكونش موجوده من الاول، لكن من بعد دونك تنجم تكون، دونك واحد يشوف روحه اذا كان الحليب يقلقه دونك يشوف الحساسيه هذه شنو النوع نتاعها وينجم يبعد. دونك كيف ما قلنا نعوضوا الحليب بالحليب اللي هو سون لاكتوز، والا ناخذوا لي برودوي قلنا البن والا الرايب والا كيف الياغورت، والا اذا كان عنده الحساسيه كيف ما قلنا الحاجه اسمها الكازيين دونك يبعد عليه كومبليتمون. دونك راهو الحليب دونك الحكايات هذه الكل ماهي الا فرضيات بالذات مش مثبت علميا، دونك احنا ديما كيف ما قلنا الكميات ما نجموش ما نكثروش برشا، معناها نحاولوا لو ماكسيموم ناخذوا لي بزوا نتاعنا باش ما نخليوش البدن نتاعنا اون كارونس، معناها ما ينقصش خاطر الكالسيوم نرجع ونقول مهم ومهم برشا للبدن نتاعنا. الله يخليك، شكرا ليك، مشكوره جدا على النصائح الكل. اخصائيه التغذيه منال بوسلمي، هذه فوائد الحليب من مزاره قدمتها لكم اخصائيه التغذيه منال بوسلمي، مشكوره من جديد. شوي اخر ننتقلوا لحرير تونس، نحكيوا على دور استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل حياه الاشخاص المكفوفين. وشوي اخر زاده باش سمع غدرتك يا امول. ويني لولا الملامه؟ ويني مش كنت نشوف فيها؟ شيء اخر باش نسمع لولا الملامه بس ويت اليسا. كابتي الموجه مع كاب اف ام.